السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفني إن أنا أقدم أستاذنا الكبير المهندس حمودة يوسف، هو بكالوريوس في الهندسة المعمارية وماجستير في التخطيط البيئي، ويعمل كرئيس للشؤون الفنية ومستشار لقضايا الاستدامة في مجلس قطر للمباني الخضراء، وبيقوم بتنسيق الجهود مع العديد من المشاريع والمبادرات والبرامج والقوانين للأبنية الخضراء، وبهدف التأكد من مراعاة لتطبيق العناصر الاستدامة. النهارده ان شاء الله هيكلمنا عن تعريف المباني الصحيه وتاثير المبنى على صحه الافراد ومبادئ نظام تقييم المباني الصحيه بنظام الويل بيلدينج ستاندرد. اتفضل استاذنا. شكرا عمر، وشكرا على الحضور الكريم، وشكرا على الدعوه، وارجو ان المحاضره ان شاء الله النهارده تكون فيها استفاده. ولو في اي اسئله يا ريت الناس تحطها في الشات بوكس في اي وقت ممكن. يعني احنا الموضوع مش محاضرة من جانب واحد، فأي أسئلة برحب بيها طبعا في أي وقت. إحنا النهاردة خليني أعمل شيرنج من عندي. ظهر عندك السكرين عمر؟ بس لا التأكيد. باشمهندس ظهر. ظهر. تمام. شكرا على التقديم. انا حمودة يوسف، رئيس قسم الشؤون الفنية في مجلس قطر للمباني الخضراء. انا ليد والفاكولتي، وبقالي اكتر من 12 سنة شغال في المجال، وان شاء الله يكون في استفادة النهاردة. احنا السيشن النهاردة هتبقى متقسمة على 3 اجزاء. في جزء بنتكلم فيه على، هنقول، المستقبل المدن بشكل عام، وايه اللي احنا التوقعات بشكل المدينه، اللي احنا محتاجينه من المدن والبنيه التحتيه فيها، وبعدين نتنقل على المبنى، ومن المبنى نتنقل على الفرد، على مستوى الفرد، كمقدمه وربط ما بين ليه احنا بنتكلم على المباني الصحيه. واحنا ما بنتكلمش على المباني الصحيه بسبب الازمه الحاليه، بس احنا بقى لنا اكتر من 5 سنين او اكتر بنتكلم على الموضوع ده، وطبعا الازمه الحاليه يمكن أكدت أهمية المباني الصحية في حياتنا. فنبدأ بالمباني. إحنا بشكل عام اللي عارفين إن إحنا في المدن نسبة الحياة جوه المدينة هتبقى أكتر من 70% من البشر خلال 2050 هيكونوا يعيشوا في المدن. طبعا متوسط التعداد السكاني هيبقى أكتر من 10 مليار، 7 مليار منهم هيبقى جوه مدن. ده بقى لنا قد ايه الضغط اللي هيبقى في المدن، يعني هيبقى ليه اهميه كبيره. فاحنا تصميم المدن الحالي، كل البنيه التحتيه اللي احنا بنعملها دلوقتي دي المفروض تكون 25 سنه قدام او 30 سنه قدام، فمن المهم ان هي تلائم احتياجاتنا حاليا واحتياجاتنا مستقبلا واحتياجات الاجيال التاليه. فمن هنا بنتكلم، لو انا بتكلم على زي ما بنتكلم على مبدا المدن الذكيه بشكل عام، وده يمكن المصطلح الشائع حاليا يعني، بس هو المهم ان احنا نبقى عارفين الهدف. انا ايه الهدف من ان المدينه تكون ذكيه؟ او مش بس ان يكون في حاجات بتستعمل 5G او تكنولوجي، لا، ان هي تكون بتساعد المواطن نفسه والفرد ان هو يكون اكثر وعي واكثر صحه واكثر استدامه. لان ما اقدرش اكون زي ما نقول سمارت سيتيزن لو انا مش سستينبل ولا هيلثي ولا واعي للظروف اللي حواليا. فمن هنا تيجي اهميه ان لما بنتكلم على المدن الذكيه، توقعاتنا في المدن الذكيه مش بس ان عربيات كهربائيه او حاجات فولي اوتوميتد او حاجه بتعتمد على ارتفيشال انتليجنس، بس دي كلها وسائل، لكن الهدف الاعلى ان هي تساعد على تحسين صحة ورفاهية المجتمع بشكل عام. فدي نقطة حبيت أبدأ بيها عشان يعني هنبني عليها مواضيع كتير بعدين. فهي الموضوع زي ما نقول يعني مش وجهة نظر قد ما هي طريقة نظرة للأمور بطريقة مختلفة. أنا حرفين أو 3 حروف بيفرقوا من باركينج لبارك. فهي نفس الفكرة، أنا لما أشوف قطعة أرض أو أشوف المدينة، هل هي بالنسبة لي شوارع؟ ولا هي بالنسبة لي فراغات للإنسان يستعملها، فراغات الناس تتواصل فيها، فراغات الناس تنمو وتزدهر فيها وتساعد على صحته. فده جزء مهم ليه، إزاي إحنا بننظر لتصميم المدينة بشكل عام.
او ازاي احنا بننظر لتصميم بالتالي طبعا المباني وغيرها وغيرها، تمام؟ فلازم يكون ده جزء من وعينا وطرق طريقه التصميم نفسها، الفكر الاساسي في التصميم. فلما نيجي نتكلم على المبنى، المبنى مش مجموع مكوناته. لو انا عندي احسن مكونات لكن طريقه تجميعهم مع بعض مش مظبوطه، مش هوصل لحاجه. ودي جزء مهم، يعني المبنى مش عباره عن مجموعه طوب وخرسانه وغيره وغيره، لا، هو الكتروميكانيكال وغيره، بس ازاي الحاجات دي تتحط كلها مع بعض، لان كل المباني فيها نفس المكونات الاساسيه. اي مبنى فيه نفس المكونات حاليا، يعني من مواد بناء لانفراستراكشر لالكتروميكانيكال لغيرها لغيرها، لكن طريقه تركيب وطريقه تصميم الحاجات دي كلها مع بعض هو اللي بيفرق من مبنى جيد لمبنى غير جيد، من مبنى مستدام لمبنى غير مستدام، من مبنى صحي لمبنى غير صحي. فدي نقطه مهمه ان احنا نبقى يعني واعيين ليها، ان ازاي طريقه البروسيس نفسها، طريقه عمليه التصميم نفسه والهدف من المبنى بعدين. فهنا احنا بنبص على المباني الخضراء بشكل عام او الجرين بيلدينجز، هي لازم يكون ليها اللي احنا بنقول practical and measurable، يعني لازم تكون عمليه وقابله للقياس، وده خلال دوره حياه المبنى كامله، من البناء طبعا، من التصميم للبناء للاوبريشن او خلال استعمال المبنى وصيانته، وبعدين حتى في هدمه في الاخر او اعاده استخدامه بشكل مختلف. فكان من افكار المباني الخضراء، المباني الصديقه للبيئه لما بدات، كان ازاي ان هي بتساعد على توفير حتى من البدايه. يعني جزء من الافكار الخاطئه للاسف على المباني الصديقه للبيئه ان هي مكلفه. ناس بتقول هي مكلفه في البدايه لكن بتوفر بعدين. لكن في اماكن كثيره جدا تم اثبات لا، ان احنا ممكن نوفر من البدايه كمان لو راعينا الاسس السليمه من في التصميم. يعني مثال بسيط، هذا حركه مثال بسيط في تصميم غرفه مثلا. يعني لو انا الغرفه دي في العادي هتحتاج طن تكييف، نفترض يعني طن تبريد، لو انا راعيت طرق معينه في التصميم ممكن تحتاج نص طن، فبالتالي انا وفرت في التكييف من البدايه خالص. هزود شويه في العزل، لكن توفير يعني زيادة تكلفة العزل لا تقارن بفرق سعر التكييف اللي كان هيركب التكييف الأكبر يعني. فدي من الحاجات اللي احنا دايما بندي بيها أمثلة، إن لا، لو بدأنا من الأول لا، احنا ممكن يكون في توفير، ممكن يكون في كوست سيفنج من الكابيتال كوست مش بس من الرننج كوست. فهنا نيجي، والله أنا أساسيات المباني الصديقة للبيئة أو المباني المستدامة بشكل عام، هي بتتلخص في الأربع خمس حاجات دول، من توفير الموارد بشكل عام، سواء المادية أو مواد إنشاء ومواد استعمال خلال المبنى، تمام؟ المحافظة على الطاقة خلال دورة حياة المبنى، ومحافظة على المياه، لأن ده شيء مهم. والجزء الخامس اللي الناس كتير بتنساه، إن لازم المبنى يوفر بيئة داخلية أحسن، يعني اللي هي الـ indoor environmental quality. ودي موجودة من ساعة ما بدأت كل مرحلة المباني الخضراء بالليد والبريم، هو كان دايما في سكشن كامل على الـ indoor environmental quality. وده يعني ده يأكد لنا ان لازم، ما ينفعش يكون صديق مبنى صديق للبيئة لو مش هيساعد على راحة الإنسان داخله، لو مش هيوفر له هواء جيد، مش هيخليه شعر براحة نفسية. ما اقدرش يعني، ما ينفعش يقول ده مبنى صديق للبيئة لو هو مش صديق للإنسان كمان، مهما كانت درجة توفيره. طيب، إيه أهمية المبنى في حياتنا؟ إحنا يعني دي ودي يعني دراسات، حتى هنقول قبل موضوع أزمة الكوفيد، يعني أكتر من 90% من عمرنا، من عمر الإنسان المعاصر يعني، بيقضيه داخليا، داخل مبنى أو فراغ مصنوع. وحركوا ارجعوا بمخيلتكم مثلا كام شهر فاتوا، وشوفوا اليوم الطبيعي عندكم كان بتقضوه كم، منه كم نسبة الدقايق بتقضوها في الخارج. هتبقى يعني بالكتير من العربية المبنى لمدخل المبنى أو لمدخل المنزل أو لمدخل السوبر ماركت ولا غيره، لكن نسبة كبيرة من ال 24 ساعة
اكتر من 90% ويمكن في منطقتنا هنا كمان في اوقات الصيف وغيره ممكن نوصل ل 95% 96%. طبعا مع الكوفيد واللي حصل طبعا النسبة دي بقت تقريبا 100%. فده يبين أهمية الفراغ اللي احنا قاعدين فيه. الناس فجأة بقت محصورة في مكان واحد بتعمل فيه كل أنشطتها، مش بتغير يعني، كل الأنشطة بقت بتعمل في مكان واحد. فالفراغ أي كبر أو صغر بقى مطلوب منه إن هو يساع كل أنشطتنا وكل احتياجاتنا، من نوم وأكل وسكن وشغل وترفيه ودراسة وكل شيء. ففجأة بقى الفراغ محتاج إن يعمل كل ده. فالفراغات اللي ما كانتش من الأصل معمول حسابها إن هي توفر بيئة صحية أو دلوقتي مثلا إحنا بنشوف، وكان في فيديو الصبح شفته على البي بي سي، ممكن نبعت اللينك بتاعه، كان بيتكلم على مثلا الإسكان الحكومي في إنجلترا والمشاكل اللي حصلت لما عملوا الإغلاق الكامل فجأة، لأن المساكن دي للأسف جودتها ما كانتش عالية، فالناس بقت محتاجة دكاترة حتى منتل، يعني محتاجين دكاترة نفسيين، لأن الفراغات المقفولة وعدم وجود تهوية كافية كان ليها آثار نفسية سيئة جدا، مش بس آثار صحية. فدي نقطة هامة برضو. طيب إحنا ده يجيبنا لسؤال مهم، إحنا إزاي عمر هستأذنك لو في أي أسئلة، لأن أنا مش شايف الشات بوكس عشان أنا شايف البرزنتيشن بس، لو في أي أسئلة في الجزء اللي فات يعني في أي وقت ممكن توقفني. لا مفيش أسئلة خالص. السلام عليكم ورحمة إيه؟ الله وبركاته. لا مفيش أولا أسئلة. أعتذر على التأخير، ده أول فيديو لينا بعد ألو؟ مفيش أسئلة. لا لا مفيش أسئلة. أوكي طيب. فإحنا هنا بنتكلم على إزاي نعمل اللي إحنا بنسميها القياس، يعني إزاي أنا أقدر أقول والله الفراغ ده جيد أو غير جيد بالوجه العام، يعني أنا بالمطلق يعني إيه اللي يخليني أقول الفراغ ده أحسن من التاني من غيره. تمام، إحنا لما بنخش أماكن بيبقى فيه انطباعات، والله أنا حتى بنعبر عليها بيقول لك أنا مرتاح في المكان، المكان ده يشرح القلب زي ما بيقولوا بمصر، يعني المكان ده يشرح القلب. في دي انطباعات مع الدراسه تلاقي ان لا الحاجات دي ليها ريفرنس، ليها مدلول، من هي مثلا بتكون ليها اضاءه طبيعيه احسن، بتكون فيها تهويه احسن، ما بيبقاش فيها روائح ثابته في المكان، الالوان نفسها بتاثر، وفي في علم كامل على الوان الفراغات الداخليه وتاثيرها على الجو النفسي العام للانسان. يعني معروف مثلا في الاماكن المعيشه المفروض الوانها تبقى مختلفه عن اماكن النوم وغيرها وغيرها، لان درجه اللون نفسها بتفرق في تاثير يعني الاحساس الانسان بالمكان. طيب فده يرجعنا لفكره ازاي القياس. احنا لما عبرنا دلوقتي عبرنا بشكل هنقول مش علمي، مش مقياس احساسي بالمكان، ما يعني من 1 لـ10 ما اقدرش اقيسه، لكن احنا محتاجين اساليب اكتر يعني دقه عشان يبقى الموضوع سهل يتحسن، بمعنى انا لو اعرف مشاكله او لو هو كويس اعرف اقيس عليه. فده يجيبنا مثلا لتول من الادوات المتاحه حاليا، وهي متاحه بالمجان لاي مبنى، يعني ده من الادوات الحديثه اللي اليو اس جرين بيلدينج كونسل المجلس الامريكي اصدرها من حوالي سنتين، لكن هم حاليا عاملين في جزء منها بالمجان، فممكن اي مبنى اي حد ممكن يبدا يخش ويسجل ويقدر يستعمل الاداه. فدي من الحاجات يعني اللي انا اشجع الناس اللي حابب يستعملها، بتوفر شكل كويس جدا يعني. طيب فالارك الداشبورد اللي هي الارك دي الهدف منها ان هي بتعمل قياس للمبنى والمباني المثيله ليها، يعني انت ممكن تدخل اكتر مبنى او هو اوتوماتيكلي بيديك قياسات يعني مماثله لاي مبنى عندك، مباني قائمه يعني، وهو دوت دلوقتي الاساس اللي بيشتغل عليه الفيرجن الجديد اللي في الليد اللي هو الليد فيرجن 4.1 اللي هو المفروض يكون يعني ان شاء الله يتعمل له فول ريليس خلال الشهور الجايه يعني. فالارك داشبورد الفكره بتاعته ان هو طريقه لقياس البرفورمانس، طريقه لقياس الاداء المبنى خلال الاوبريشن خلال الاستعمال. مش لازم اعدي على الحاجات دي، بس هو بشكل بسيط هو بيقيس عنده 5 قياسات.
ما بين الطاقة والمية والمخلفات والمواصلات والهيومن اكسبيرينس أو خبرة الإنسان، ودي تحتها الاير كواليتي يعني جودة الهواء والتوتال في او سي، وفيها شوية تاسك بتعمل يعني. حاليا بقى ممكن الناس تعمل ليد سيرتيفيكيشن عن طريق الارك، يعني الليد فيرجن 4.1 الجديد بيسمح ان انت عن طريق البرفورمانس تاخد اوتوماتيكلي ليد سيرتيفيكيشن، فده قلل كتير كميه الدوكيومنتيشن والبيبر ورك اللي كان مطلوب زمان، وخلى الموضوع اسهل وهو عملي اكتر، لان خلال اداره المبنى ما فيش وقت كتير ان احنا نعمل كميه الدوكيومنتيشن اللي كانت مطلوبه قبل كده. فده حاجه بتشجع، ودلوقتي حتى عاملينه على كذا سكيل، يعني ممكن يستعمل ارك على مستوى المباني او الاحياء او حتى المدن وحتى المواصلات. يعني مثلا مدينه دبي كانت من المدن اللي خدت البلاتينم عن طريق الارك حديثا. طبعا في اكثر مدينه في على مستوى العالم خدته، وفي اكثر من مبنى حاليا بدا ياخد السيرتيفيكيشن. الموضوع ببساطه ان احنا بنعبي البيانات، بنطلع استهلاك، يعني مثلا حاجه زي الطاقه مثلا، بنطلع نحط الاستهلاك كل شهر، بنبقى عاملين الاول في تجهيز لمعلومات المبنى، مساحاته، عدد الناس اللي موجودين فيه سواء فول تايم يعني بشكل دائم او زوار. فهو بيقدر يحسب الافري المتوسطات، بيربط ما بين الاستهلاك وعدد الافراد والمسطحه بالمتر مربع، فبيبقى تقدر تاخد يعني افريج كويس جدا، ويقدر يقارن الافريج ده على مستوى العالم. وبيديك السكور، يعني زي ما احنا شايفين ده بيبقى دايناميك، يعني ده بيبقى بيتحرك بيتغير حسب البيانات، ومش مطلوب اكتر من قرايه مره في الشهر، يعني مش مطلوب قرايه يوميه او ساعه، هي على اقل مره شهريا. تمام. وزي ما اتكلمنا نفس الفكره، البرفورمانس سكور بقى بيفرق من واحده للتانيه زي ما قلت حركه، يعني مثلا في موضوع الانرجي عشان يبدا يدينا قرايه على الاقل محتاجين 12 شهر من القرايات عشان يدينا سكور مظبوط، يعني عشان يقدر يعمل بنش مارك وياخد الافريج ويطلع منه، عشان كمان يعرف يقارن اللي بنسميه الهيستوريكال داتا، يعني القرايات القديمه، ويشوف الافريج. والميزه ان هو بيحسب لي الكربون فوت برنت، ان هو بيديني افريج كربون فوت برنت كمان. نفس الحكايه بتتعمل على الميه، برضه نفس الحكايه القرايات، حتى لو عندك اكتر من عداد عندك اكتر ما فيش مشكله، هو السيستم بيسمح ان مش لازم انت تجمع كل حاجه في فايل وتبقى، لا كل حاجه يعني انت ممكن تحط قرايات العدادات وبتحدد المساحات بتاعت العداد والمناطق اللي بيعديها، فالموضوع بيبقى اوتوماتيك يعني. فقلنا نفس الحكايه في المايه برضو بيطلع السكور، نفس الحكايه في المخلفات. وموضوع المخلفات ده موضوع مهم، لان تاثيره البيئي وتاثيره على الصحه كمان كبير جدا، مش بس على صحة الناس اللي بتنمي مخلفات، لكن على الناس كمان اللي بتجمعها وبتتعامل معاها. ف يعني وللأسف احنا عندنا يعني نسبة مخلفات عالية جدا جدا يعني، فمحتاجة ترشيد بشكل كبير. ونيجي بقى لموضوع الترانسبورتيشن، وده يمكن بيشجع على طريقة ان هي تشجيع وسائل النقل البديلة من مترو المشي لغيره وغيره، فدي بيبقى ده بيبقى سيرفي بيتشاف يعني متوسط للناس اللي عايشه في المبنى، وبيتحركوا بيروحوا بيجوا منين. الجزء المهم يمكن بالنسبه لمحاضره النهارده فكره ال جوده الهواء او جوده الفراغ الداخلي. فهنا بيبقى في اير كواليتي تيست او سامبل، ودلوقتي بقى في سنسورز ممكن تركب في الفراغ تاخد القرايه دي اوتوماتيك يعني. بتشوف بقى متوسط ما بين التركيز السي او 2 او ومع تركيز التوتال في او سي. التوتال الفي او سي اللي هي الفولاتايل اورجانيك كومباوند، ودي بتيجي من مواد كتيره، من موجوده في مواد الدهان والاصباغ وغيرها وغيرها، وحتى مواد التنظيف اللي هي المواد المتطايره يعني، زي حتى السبراي اللي بيستعمل عشان يدي روائح، الحاجات دي مضره جدا يعني. فده بنسميه التوتال في او سي، وده برضو بيتقاس وبيتعمل. طبعا في جزء اناليتيك بيتعامل فيه المبنى، والميزه كمان ان انت ممكن ده يتشارك مع الاري دي، ممكن تشاركها مع اي حد انت عاوزه، يعني يبقى الداشبورد ليها لينك يونيك لينك ممكن تبعته لاي حد معاك في المبنى في اي وقت يخش يشوف اخبار الاريات ايه واحنا واصلين لفين. فده الميزه اللي احنا محتاجين الحكايه دي.
لان الناس اداء لقيناه برضو في الدراسات ان احنا الناس ادائها سلوكها بيختلف مع وجود معلومات متاحه ليهم. يعني انا لما بقول والله احنا النهارده السكور بتاعنا 20 او استهلكنا في الكهرباء زاد، الناس بتبدا تتحرك، لكن الزياده في المطلق مش طب انا اوفر قد ايه، لكن والله لا خلاص احنا النهارده كان في زياده مثلا 5 كيلو وات 10 كيلو وات 1000 كيلو يعني وات ايفر، بس فالناس تبدا تحس ان لا ممكن نحرك شويه، ممكن ناخد اكشن. ودي يمكن شفناها في موضوع الكوفيد، الناس بقت بتبص على الارقام، نسبه الاصابات، نسبه الشفاء، طب في كم حد في الاي سي يو، ده بقت بتدي للناس ثقه في المعلومه اللي بتتقال لهم، وبتخليهم لا والله فعلا لما استعملنا الكمامات فعلا الاصابات قلت وادي نسبتها، وبقى في مقارنات بين الدول والناس بقى عندها وعي اكتر باهميه الرقم ومدلول الرقم في حد ذاته. وده بيفرق كتير جدا على السلوك، السلوك اللي هو نقول السلوك الواعي. السلوك الواعي لازم له معلومه، والمعلومه لازم محتاجه طبعا بيانات ومحتاجه تحليل. فدي جزء مهم يرجعنا للأصل اللي احنا بدأنا فيه على سمارت سيتيزن. طيب فمن هنا بقى نتنقل للجزء اللي احنا هنركز عليه أكتر شوية، اللي هو الجزء ما يعني أكتر من موضوع توفير المياه والكهرباء والكربون فوت برينت والبصمة والحاجات دي كلها. موضوع الهيلث وموضوع الإنسان نفسه في الفراغ. طيب احنا لما نقول، ودي يعني دي حاجة ممكن ناخد فيها شوية نفكر فيها، يعني ايه ويل بينج، يعني ايه صحة ورفاه بشكل عام، يعني شكلها ايه، ملمسها ايه، صوتها ايه. يعني انا لما اقول انا كويس معناها ايه، معنى انا كويس، هل بس ان انا مش عيان ولا مش متضايق ولا مش زعلان من حاجه، يعني في ايه المدلول بالنسبه لحضراتكم مثلا على انا كويس. تمام، فدي برضو نفكر فيها، يعني ايه انا كويس، يعني ازاي نقيس انا كويس. كويس، فدي جزء نفكر فيه، يعني ده جزء تالي مهم لان عليها نربط حاجات كتير. طيب انا كويس بتعريف منظمه الصحه العالميه، يعني هي ميزان ما بين ثلاث حاجات اختصارا، يعني الفيزيكال منتال اند سوشيال ويل بينج. الفيزيكال صحتك البدنيه، تمام، الجسمانيه نفسها، المنتال العقليه، والسوشيال الاجتماعيه. وان الويل بينج او الهيلث مش بس ان انا مش مصاب بامراض، يعني مش بس ان انا الحمد لله يعني ما عنديش امراض، لكن هو ربط ما بين الثلاث حاجات. فاختصارا انا كويس يبقى انا كويس صحي، يعني مادي فيزيكال يعني جسمانيا وعقليا واجتماعيا، الثلاثه مع بعض، مش واحده واثنين لا، او اثنين واحده لا. فده جزء مهم، وده اللي دخلنا على فكره الويل بينج، يعني فكره الويل بينج نفسه او الرفاه بشكل عام، ودخلنا على الفرق ما بين الثلاثه، يعني نقول هيلث ويلنس اند ويل بينج. فقلنا الهيلث الصحه ده الميزان ما بين الثلاث حاجات. بعدين الويلنس بقى ده النسبة الأعلى شوية أو المرحلة الثانية، بحيث إن أنت يبقى عندك وعي، في وعي من ناحية إن أنت عارف إيه اللي بيأثر على الثلاث حاجات دول، إيه اللي بيأثر على صحتك الجسدية والنفسية والاجتماعية، وبالتالي بتاخد اختيارات في هذا الإطار. دي الويلنس. فده جبنا بقى للويل بينج، تمام، ان اختياراتك دي تكون دايما ناحيه الموازنه بين الثلاث حاجات، وناحيه صحه الثلاث حاجات مع بعض. تمام، فده الويل بينج اللي هو الليفل الاعلى. فده مبدا مهم يعني نبقى متفقين عليه، لان الناس كتير لما كان حتى بنتكلم عن مباني الصحيه بيفتكر ان بس مبنى الصحي اللي ما يجيبش امراض، بس هو في الحقيقه لا، الموضوع الامراض او الصحه ده موضوع واسع، ومهم ان احنا نبقى عارفين الاركان بتاعته. لا زي ما قلنا الصحه الجسديه والنفسيه والاجتماعيه، ده احنا لما بنقول مبنى صحي يبقى لازم مبنى يبقى ليه تاثير ايجابي على الثلاث اركان.
وده يجيبنا لفكرة إن ليه المباني المستدامة مباني صحية بأصلها، لكن وممكن تلعب هنقول دور أحسن في تحسين صحة الإنسان بشكل عام. فده برضو جاب سؤال من الدراسات اللي كانت في 2014 وأبعد. طيب ايه الفاكتورز، ايه الاسباب اللي بتاثر على الصحه والرفاه؟ فمن كل يعني ملخص الدراسات دي كلها ان اكتر حاجه بتاثر الفيزيكال اند سوشيال انفايرمنت، الحاجات الملموسه والاجتماعيه، اكتر من اسلوب حياتك اللايف ستايل بتاعك، اكتر من وجود ادويه ودكاتره وميديكال كير ومستشفيات، هي جزء لكن مش هي الاساس، واكتر من جينات. الموضوع مش جينات، يمكن ده أقل سبب فيهم يعني، لكن هنقول حوالي 60% تقريبا ليه علاقة مباشرة بالمكان اللي انت فيه والوسط اللي انت فيه والمجتمع اللي انت فيه. فده ده اللي بيأثر بنسبة كبيرة على إجابة أنا كويس أكتر من أي حاجة تانية. فمن هنا تيجي أهمية البيئة المحيطة لينا وقد إيه إن هي بتأثر على أسلوب حياتنا. يعني إحنا لو بالتالي إحنا عايشين في أكبر مثال عملي في الموضوع ده، بإن إحنا فجأة أسلوب حياتنا كله اتغير، وشئنا أو أبينا اتغير ومضطرين نتعامل مع هذا التغيير بظروف خارجة من إرادتنا. يعني مفيش حد قال لا أنا يعني هي خلاص دي حاجة بقت على الكل وكل الناس لازم تتعامل معاها. فالطبيعة أو البيئة اللي حوالينا أجبرتنا على أسلوب حياة مختلف. كويس؟ وهتفضل تجبرنا على أساليب حياة مختلفة. يعني إحنا لو رجعنا بقى على تاريخ الإنسان بشكل عام، كان دايماً البيئة المحيطة بيه بتأثر كتير جداً على النشاط اللي هو بيعمله، سواء توفير الموارد جنب نهر جنب بحر، بيبقى في كهوف ما فيش غيرها، الحيوانات البريه اللي حواليه، كان دايما الانسان بيتكيف مع البيئه المحيطه بيه. يعني دي طبيعه البشر، دي طبيعتنا. يعني احنا هنقول الثوره الصناعيه وثوره المباني اللي حصلت وان احنا قدرتنا على ان احنا بنغير البيئه زي ما احنا عاوزينها، من اجهزه التكييف لطريقه البنى نفسها الارتفاعات الابراج وغيره وغيره، خلت الانسان يعتقد لا ان احنا يعني إن البيئة خلاص بقت هي تحت أمرنا مش إحنا اللي تحت أمرها. وده مش صحيح. يعني ده مش إحنا تجاهلنا الحقيقة، يعني إن لا إحنا دايماً لازم نتكيف مع البيئة مش هي اللي تتكيف معانا. لأن هي اللي لما تتكيف معانا الدنيا بتبوظ يعني للأسف الشديد. فده برضو جزء من الحاجات اللي يعني تبقى في بالنا يعني. فالدراسات لقيت إن إحنا في ربط يعني ما فيهوش تضاد ما بين ان احنا كل ما بنحسن البيئه الداخليه في الفراغ كل ما ده كان ليه تاثير ايجابي على الصحه والانتاجيه وحتى الحضور. يعني لو بنتكلم على الفراغات مثلا فراغات مكتبيه او مدارس او اماكن عمل بشكل عام، الدراسات لقت ان لا كل ما بحسن الفراغ ده، وهنتكلم يعني ايه احسن الفراغ، يعني ايه اللي بيخلي الفراغ يتحسن، كل ما بحسنه كل ما ده بيحسن صحه الانسان وبيزود انتاجيته وبيقلل حتى الغياب والامراض المصاحبه يعني. ولان ده جابنا المصطلح اللي هو اسمه سيك بيلدينج سيندروم، بالعربي مش متلازمه المباني، مش فاكر الاسم بالظبط، بس هو سيك بيلدينج سيندروم. ان زي ما كنا بدانا ان انت بتخش مكان بتحس بعدم راحه، بقبضة، ممكن تحس بخمول بعد فتره، ودي نفتكرها يمكن في اماكن في الجامعه، اماكن مدرجات معينه بتخشها مع العدد الكبير بتحس بعد فتره ان الناس يعني مكسله شويه او بتنعس، مش عشان المحاضر ممل بس لان ساعات بتبقى جوده الهواء سيئه في الفراغ. فدي ليها اسبابها. فده بنسميه سيك بيلدينج سيندروم، انت بتحس يعني بطاقه سلبيه في الفراغ، بتحس ان انت مش او ما بتخرج منه بتلاقي نفسك مختلف. فدي ليها دراساتها، وممكن يعني لو عند حضرتك وقت تعملوا سيرش عليها في يعني في شرح كتير ليها يعني. فجت من هنا بقى، طيب ازاي ما نخليش المبنى يعمل لنا بيلدينج سيك بيلدينج سيندروم؟ وده جت ان الجرين بيلدينجز بتساعد. فكل الدراسات في خلال ال 20 30 سنه اللي فاتوا يعني
لقيت والله ان بس مش بس ان المباني الصديقه للبيئه او الجرين بيلدينجز بتوفر في الطاقه من 30 ل 40%، لا دي كمان بتزود في انتاجيه الموظفين لحد 10%، 22% من 2 ل 10%، وبتقلل نسبه الغياب باكثر من 35%، فده معناها زياده في الانتاجيه وزياده في المردود، فدي بتحسن حتى كمان احساس الناس جوه الفراغ العمل كويس. فدي دراسات موجوده. فاحنا بنيجي للمبنى بتاع ايه، المبنى دلوقتي احنا المبنى بتاعنا دلوقتي هو نفس الفراغ، بنعمل فيه كل حاجه، عايشين فيه وبنشتغل فيه وبنتعلم فيه وبنرتاح فيه وكل حاجه. الفراغ بقى فراغ واحد، كان زمان عده فراغات، يعني بروح لفراغ للعمل، بروح لفراغ تاني للتعلم، مكان تاني للترفيه وغيره وغيره. دلوقتي كل الفراغات دي بقى كله في واحد، تمام؟ فكل الفراغات دي المبنى بشكل عام بيأثر على صحتنا ورفاهتنا وإنتاجية. طيب إزاي نقيس الكلام ده وإزاي نصممه وإزاي الفرد يحس بفرق ونحسسه، لا نقوله بالأرقام، لا ده في فرق، الأرقام زي اللي إحنا شفناها اللي 35% في الغياب أو زيادة في الإنتاجية، إزاي إن إحنا نبدأ نقيسها بشكل، أو إيه الأدوات التصميمية اللي نستعملها في الفراغ عشان نعملها، تمام؟ فده يرجعنا لشوية مبادئ. جزء كبير من الحركة في مجال اللي هنقول المباني الصحية وغيره، في جزء يعني ريفرنس محترم يعني أشير لكم عليه، في عند الول جرين بيلدينج كونسل، مجلس عالم المباني الخضراء، اللي هو كل المجالس الخضراء على مستوى العالم بتشتغل مع بعضها فيه. في حاجة اسمها جلوبال بروجكت اللي هو البيتر بليسز فور بيبل، ده بقى له أكتر من سنة، بقى له عدة سنوات يعني، والهدف بتاعه رفع الوعي في موضوع المباني الصحية من ناحية التعليم والتطبيق نفسه، والتبيين يعني ان هو يبين كمان أهمية ان الموضوع متلازم مع الاستدامة، مش موضوع مختلف. يعني احنا ما بنتكلمش في موضوعين مختلفين، لما اتكلم على الاستدامة لازم يكون مباني صحية، ولما اتكلم على مباني صحية لازم يكون مباني مستدامة، ما ينفعش يكون ده غير ده، تمام؟ ومع كمان هم كانوا بيجمعوا البيزنس كيس، بيجمعوا الدراسات، بيجمعوا الأمثلة العملية على الموقع عندهم، في يمكن أكتر من 4 أو 5 ريبورتات ممتازين، يعني ورشحهم ليكم للقراءة والريفرنس، وحتى اللي عاوز معلومات أكتر فيها يعني مجموعة ممتازة من التقارير وحتى الانفوجرافيكس والسكتش يعني. والحمد لله في احنا مثلا ساهمنا ان يبقى في جزء منها موجود باللغه العربيه، ولسه ان شاء الله شغالين على حاجات اكتر باللغه العربيه فيها يعني. ما بين تقارير مثلا بتتكلم على البيزنس كيس، يعني الميزه النسبيه في الموضوع، في تركيز على الاوفيس بيلدينجز، المباني المكتبيه او المباني الريتيل، المباني التجاريه، وفي المنازل، ده اجدد واحد بتاع المنازل، وده كان المجلس الانجليزي كان عامله، وغيره البيزنس كيس بتاعت المباني. وفي حتى في ابديت جديد ان شاء الله يطلع في نوفمبر، احنا شغالين عليه حاليا باذن الله، يعني يطلع اوفيشلي في نوفمبر. بيتكلم على الفريم ورك، يعني في زي جايدنس، في دليل ل هنقول البيلدينج فور بيبل، يعني ايه الاساليب اللي هنتكلم فيها وازاي نعملها بشكل مباشر، تمام؟ هو الموقع اسمه worldgbc.org، worldgbc.org. انا هبقى ابعت مع الاخوه في بيم اريبيا لينك للحابب يقرا اكتر يعني، تمام؟ طيب نكمل. فنيجي بقى احنا على طريقه القياس، زي ما كان في زمان يعني او لسه يعني، طبعا الليد والبريام وترشيد في مصر وتشيساس وغيره وغيره، ظهر من 2015 الويل بيلدينج ستاندرد، وده كان يمكن اول طريقه لقياس وسيرتيفاينج، يعني ان هي تدي شهادات للمباني الصحيه. ظهر اكتر من حاجه بعدها، بس دي كانت اول واحده، يعني دلوقتي في الويل وفي الفيت ويل، وفي في استراليا الجرين ستار بتاعهم مثلا بدا يخش على الهيلث اند ويل بينج، فبدا يتنوع يعني، بس الاساسيات واحده. فالنهارده عشان بس وقت حضراتكم يعني، هنركز على الويل، هنا هديكم نبذه سريعه عن الويل، وبعدين نبدا نشوف
لو في عند حضرتك اي اسئله. فليه احنا احتاجنا؟ لان مثلا جت من البيزنس كيس اللي اتعملت والله ان خلال دوره المبنى في خلال الاوبريشن اتلاقى ان والله لا ده احنا انا كشركه انا مصروفاتي الشهريه اكتر من 90% منها عباره عن مرتبات وبنفتس الموظفين من تامين وغيره وخلافه، اكتر من استهلاكاتي في الايجار واكتر من مصاريف صيانه المبنى وتنظيفه وصيانته وكل الحاجات دي كلها، كل الكلام ده يبقى في حوالي 10%. وممكن حضراتكم يعني ممكن ترجعوا يعني لو حضرتك في الشركات اللي حضرتك شغالين فيها وتتاكدوا من المعلومه، المتوسط 90%. طيب يبقى انا دلوقتي مثلا لو انا عاوز فعلا هنقول ازود الفاليو فور ماني، ازود القيمه بتاعت استثماري، تمام؟ فيبقى من باب اولى استثمر في الموظفين، استثمر في الناس اللي شغاله معايا. لو انا مش دايما زياده المرتب بتزود بتعمل زياده في الانتاجيه، في حاجات تانية بتساعد. فازاي اخلي الناس انتاجيتهم تزيد وهنقول ولائهم للمكان يزيد؟ بان انا استثمر فيه، وده جزء من هنقول ده جزء من النقط القويه في موضوع المباني الصحيه، ان هي بتبين للملاك او اصحاب العمل أهمية إن أنا اللي أنت بتعمله ده بيرجع لك مباشرة، وفي حاجات كتير اتقاست في الحاجات دي يعني. فمن هنا جت فكرة الويل. الويل هو بنسميه performance based. performance based يعني هو قائم على القياس. في جزء documentation، في جزء ورقي، لكن الجزء الأساسي فيه على القياس، إن أنا بطلب منك طلبات وبقيسها موجودة خلاص حققتها، زي الأرك كده لما شفنا بداية الأرك. إن إحنا ماشيين دلوقتي في اتجاه performance based. تمام، بحيث اقيس الاساليب المباشره. الويب سايت بتاع ويل انا برضه هبقى احطه، هنبعته مع اللينكس، اللي هو willcertified.com. وفي برضه يعني في موضوع يعني الموضوع في قرايات كتير وفي حاجات كتير مكتوبه فيه اللي حابب يتوسع يعني. فهنا جت فكره ان هو evidence based، هو مبني على دلائل، لان هو اتعمل على ابحاث يمكن 5 6 سنين ابحاث ودراسات علميه، ايه اللي بيأثر على ايه؟ يعني ايه اللي في المبنى بيأثر على الصحه في كل جزء فيها؟ وزي ما قلنا ما ننساش فكره الصحه النفسيه والجسديه والاجتماعيه، احنا بنتكلم على 3 مكونات مش بنتكلم على مكون واحد. تمام؟ فالبروسيس كانت واضحه وصريحه، وكانت الفكره ازاي؟ ان احنا يبقى ليها بوزيتيف امباكت، يبقى يكون فيها دليل ايجابي. طيب فكره انا التاني الفكره ازاي انا بتكلم مع العملاء في اهميه الويل، ان فكره ان احنا انا المصاريف دخل يعني المباشره مش بس تامينات صحيه او تعويضات او لا، انا عندي هيدن كوست. هيدن كوست جاي في التاخير في المشاريع، جاي في قدر الحوادث او الامراض او التيرن اوفر، الناس بتمشي، الناس بتتضايق وتمشي من المكان. ما هو دوت انا خصائص في دراسه كنت قريتها من فتره بس مش فاكر الريفرنس يعني، بس كانت بتتكلم على قد ايه ان صاحب العمل بيخسر في التيرن اوفر بتاع الموظفين من ساعه ان حضرتك مثلا الفرد بيستقيل لحد ما بيجي حد مكانه، دي كلها خسائر. مع ان انت حد جديد بيجي بيبقى محتاج فتره عشان يخش في الليرنينج كيرف ويتعود على اساليب العمل، دي بتبقى فتره تانية. فانت الاوفرول الخساره على صاحب العمل اكبر بكتير من زياده مثلا في المرتب كانت ممكن تقعد الموظف مثلا يعني. الخساره بتبقى اكبر من كده بكتير يعني. فدي من الحاجات يعني كانت قراياتها كانت صريحه من فتره يعني. فهنا بنتكلم على الانجيجمنت وحتى المورال يعني الاخلاقيه، المود نفسه بتاع الناس وان هم يبقوا مع بعض فيه. طيب خلينا نخش في الفنيات. احنا اتكلمنا على البنفيتس يعني اتكلمنا على المزايا ومتهيألي استفدنا فيها. نخش على ايه ازاي بيتعمل. طيب الموضوع ببساطة شديدة ان احنا بنربط ما بين 3 مكونات. احنا في المباني الجرين بيلدينجز في العادي كان الربط بين مكونين، ان تصميم واوبريشن. تمام، انا بعمل حاجات في الديزاين، بعمل حاجات في التصميم، دي بتساعد او بتأثر على طريقة إدارة المبنى بعدين.
طيب احنا في الويل لا، دخل المكون الثالث اللي هو البيهيفير، اللي هو السلوك الانسان في الفراغ، تمام. والثلاثه مربوطين ببعض. يعني انا دلوقتي وحركه ممكن تشوفوها كتير في مكاتب مثلا، لو حد قاعد جنب شباك بشمس حران فبيبداوا يبعد، غير واحد قاعد تحت تكييف بردان فيبدا يحاول يغطي على التكييف او يقفله. فسلوك الانسان بيختلف من موقعه جوه الفراغ، يعني نفس الفراغ مفتوح لكن انا اليمين اللي قاعد جنب الشباك غير اللي قاعد بعيد اللي ممكن يكون حران جدا عشان التكييف مش واصل له جيد، من واحد جنب السلم ودوشه او جنب الاوفيس وهكذا وهكذا. فوجودك جوه الفراغ بيأثر على سلوكك فيه. السلوك ان انا ممكن كل شويه اقوم لان مش قادر من البرد او من الحر او من الدوشه او في حاجات بتعمل لي ديستراكشن كتير، فنفس الفراغ بيفرق. طيب فده ملخصا يعني اختصارا للموضوع عشان ما اطولش عليكم. احنا في للويل بيلدينج او المباني الصحيه في اساسيات او افكار اساسيه الناس بتعملها 7 بعدين يفرضوها ل10، يعني حتى هما في الويل نفسهم فيرجن 1 كان 7 بعدين في فيرجن 2 فرضوهم ل10، بس نفس الموضوع يعني البوكس الانجريدينتس واحده. فبنتكلم على جوده او الكواليتي بقى، مش افشنسي. الهواء والميه، نورشمنت اللي هو كل ما له علاقه بالطعام، الاضاءه، الفتنس، والكمفورت الراحه، والمايند العقل، تمام. وخلينا ابدا لحضراتكم يعني كم مثال. هم زي ما قلت لحضراتكم فيرجن 2 الحالي يعني هو لسه طالع جديد، فردوا شويه الاساسيات. فمثلا بقى في واحد ديديكيتد للماتيريالز للمواد، هو كان زمان متوزع ما بين الاير وغيره وغيره، فرد لوحده مثلا. الثيرمال كومفورت برضو خد راحته شويه يعني، والموفمنت الفيتنس بقى سموه موفمنت ودخلوا خدوا حاجات من الكومفورت. يعني زي ما انتم شايفين في الرسمه الموضوع يعني اتوزع شويه، بس هو كان زياده في التفاصيل اكتر منه افكار جديده. يعني هو ما كانش فيه افكار جديده قد ما كان هو زياده في التفاصيل، ويعني وزياده في مساعده الناس على التطبيق، تمام. طيب نيجي لشويه اساسيات. الاساسيات ان احنا كل فكره او كل مبدا تصميمي في الويل ليه علاقه مباشره بجسم الانسان. يعني هي دي يعني نقول دي الجديد في الموضوع لما ظهر، ان احنا كل فيتشر في الويب سايت هتلاقي ان كل فيتشر بيقول لك والله احنا لما نتكلم على الهواء على جوده حاجات معينه في جوده الهواء مثلا، دي بتاثر على الجهاز التنفسي وعلى جهاز المناعه وعلى انهي جزء في جسم الانسان بيتاثر مباشره بالفكره التصميميه دي او الفكره التطبيقيه دي. وطبعا في ريفرنس، يعني في طبعا يعني هو بقى الميزه كمان اللي حابب يتبعها في الموضوع، محطوط بقى الريفرنسز ومحطوط الدراسات اللي وراها وليه احنا بنعملين الكلام ده وكل يعني كل الاسباب العلميه. الموضوع كله علمي بشكل. والجميل برضو في الموضوع ان هو خلانا هقول كمعماريين ومهندسين بشكل عام نبدا نبص على جوانب جديده. يعني مش بس ان انا محتاج افهم في الالكتروميكانيكال كمعماري او في الاستراكشر، لا لازم افهم برضو في جسمي وجسم الناس اللي هتقعد موجوده في الفراغ وايه اللي بيأثر عليه. فبرضو انا شخصيا شايف ان هو من الحاجات اللي كانت يعني وسعت افاق الواحد شويه في الشغل. فدي كانت الاساس. فاحنا مثلا يعني شويه امثله من الابحاث اللي استعملوها مثلا، انه والله لقوا ان اللي بيبقى جنب الشباك او عنده فيو بشكل او باخر التركيزه في العمل بيزيد 15%. الناس تانية لقت مثلا، دراسات تانية لقت ان عدم وجود اضاءه طبيعيه في الفراغ، تمام، وفي المدارس بيزود 26% من الامراض الصحيه، من حاجات كتيره بقى يعني ليها امراض كتيره. يعني بيزود عدم وجود اضاءه طبيعيه في الفراغ. تاني واحده مثلا برضو عدم وجود اضاءه طبيعيه مثلا لقوا ان هو حتى نفسيا ب 36% بيؤدي على السايكولوجي والسايكاتريك، يعني حاجات الامراض النفسيه والعصبيه ليها تاثير مباشر عدم وجود فراغات باضاءه طبيعيه، تمام. وموضوع الاضاءه الطبيعيه ده مش قادر اقول لكم مهم قد ايه.
حتى في موضوع الكوفيد، مع يعني مع الناس قاعدة في بيوتها، ما ينفعش تبقى قاعد ال 24 ساعة بإيداء صناعي. تأثيرها النفسي، مش أقول بس الصحي، سيء جدا على الفترات الطويلة. فأرجو وأشجع إن أي حد أيا كان أي شباك عندك، بس يعني حاول إن يبقى فيه شوية إضاءة طبيعية تخش الصبح، يعني مش بس توفيرا للطاقة، ودي يعني جانب تاني، بس صحيا كمان مهمة جدا. طيب، فكرة تانية مثلا، لما اتكلمنا على الإضاءة في الجسم، ما يسمى بالسيركاديان لايت سيستم، أو اللي هو الناس الساعة البيولوجية للإنسان. الساعة البيولوجية دي المحرك الأساسي ليها الإضاءة الطبيعية، ودرجات الألوان في الإضاءة الطبيعية بشكل مباشر، يعني من الصبح اللي هو بيبقى برايت، أو يعني رايح ناحية الأزرق، درجات الأزرق والدرجات الفاتحة، للمساء، وطبعا اللي هو بيروح ناحية البيج والأوف وايت والدارك. ودي يمكن حضراتكم تشوفوها حتى في التليفونات الحديثة، يعني اللي بدأ يبقى يعمل، يقول لك احنا عشان الناس اللي تبدأ تبقى في راحة بالليل، التليفون لونه هيبقى أصفر شوية، السكرين البرايتنس بتاعتها، الشدة الضوء بتاعتها هتقل اوتوماتيك بالليل. واتعملت دلوقتي في يعني في اكتر من تليفون، وبقى لها اكتر من سنة، فده جت النتيجة لده. احنا بيبقى الساعة البيولوجية بتبقى، او يعني جسم الانسان بيبقى اكثر نشاط في درجات الالوان الازرق او البرايت، وبيقل نشاطه في الدرجات الاصفر والبيج وغيره. ده في المود، يعني زي ما نقول في درجات اللون. فالإضاءة الطبيعية بتساعد، وعشان كده برضو حتى في المكاتب وفي الشغل، دي حاجات من الحاجات تتراعى، إن أو حتى في البيت في المنزل مثلا، يعني ما الناس ما تعتمدش مثلا على الفلوريسنت لايت مثلا طول النهار، أو طول فترة الليل مثلا، ده لا ينصح بيها. يفضل الألوان اللي هي الورم مساء، وعكسها صباحا لو محتاج إضاءة صناعية. لو مش محتاج، الشمس كفيلة إن هي تظبط كل حاجة. طبعا نيجي لنقطة تانية على الاكتيفيتي، الحركة في المكتب او في الفراغ نفسه. الفيزيكال ان اكتيفيتي، او عدم النشاط، وعدم النشاط ده مش لازم يكون لعب رياضة، بس النشاط بشكل عام، حركة الجسم نفسه، الحركة بتاعته، يعني يبقى في حركة، ده يمكن السبب الرابع في الوفيات حاليا، يعني او الخطر الوفيات. ده من الأسباب الأساسية في عدم اللي هي بنسميها الفيزيكال ريسك، اللي هي اكتيفيتي ريسك، طلوع السلم وحاجات بسيطة زي طلوع السلم ونزوله، الحركة في البيت من مكان للتاني، ما يبقاش يعني مثلا من الحاجات اللي بنتكلم عليها، إن ما يبقاش حتى لو جوه البيت نفسه، خلي مثلا لو أنت بتشتغل، خلي في ركن شغلك غير قعدتك عند التلفزيون، غير مكان النوم، ما يبقاش كله في مكان واحد، عشان الإنسان يبقى فيه شوية حركة لو بسيطة. دي حاجات لازم تتعمل. يعني أمثلة تانية مثلا على فكرة إن القعدة بشكل طويل في مكان واحد، دي حتى بتأثر على حرق الكالوريز في الجسم. الجسم هو قاعد ساكن، حرقه للكالوريز بقى، الأمراض بقى الصدرية والمعوية وغيره وغيره وغيره، كلها بتتأثر سلبا بالجلوس ساكن في مكان واحد لفترة طويلة. وده بيأثر على طبعا الإنتاجية، وبيأثر على المود بشكل عام وغيره. فده مثلا جزء، احنا لما بنتكلم في التصميم بنتكلم على ان الفراغات يبقى فيها، بنقول مرونة من ناحية ان المكاتب نفسها ممكن تعلى او توطل، الهايت بتاعها يعلى او يوطل، طريقة اختيار الفرش نفسه بيبقى ليه اساليب، وحركة الناس جوه الفراغ، بنشجع على حركة الناس جوه الفراغات. فده مثال. جزء تاني مثلا في thermal considerations مثلا، اللي هي الراحة بقى، الراحة الحرارية في الفراغ. واخواننا الميكانيكال انجينيرز طبعا، يعني ليهم يعني يمكن يكونوا عارفين كمان موضوع الاشري ستاندرز في الثيرمال كومفورت وغيرها وغيرها. بس ان احنا الفراغ يكون متصمم، مش متصمم حراريا مظبوط، ده ليه تأثير كتير جدا، سواء لو هو ابرد من اللازم او ادفى من اللازم. ليها تأثير على الاتنشن، على التركيز وعلى الإنتاجية وغيره. نفس الحكاية على الأكوستكس والصوتيات والدوشة في المكان، وده تأثيره على البرفورمانس والديستراكشن، عدم التركيز.
سواء السوق الدوشه او عدم، يعني هنقول المؤثرات الصوتيه جايه من الخارج، من خارج الفراغ او من داخل الفراغ نفسه، تمام؟ فدي من الحاجات برضو اللي بتاثر كتير وبتاثر على البرفورمانس. التواصل مع الطبيعه والبيوفيليا ده ليه بحر كمان، لان البيوفيليا كمان مربوطه بالاربن بلاننج دلوقتي، ومربوطه بحاجات كتير جدا في التصميم، اللي هو ازاي نبقى دايما على تواصل مع الطبيعه. الانسان خلق يعني اللي يكون مع الطبيعه، فلا ما ينفعش ننعزل. ففكره حتى لو ما عنديش يعني فيو على شجر قصادي او بس، حتى ان الصور او الرسومات اللي فيها اشكال النباتات والطبيعه بتساعد، يعني ان انت تتواصل حتى بطريقه غير مباشره ده بيساعد. فده وفي ليها دراسات مثلا لو في جرين روف او في غيره، ده دي حاجه كتير بتتواصل فيها. فنيجي يعني تجميع لكل الحاجات دي، ان احنا ان يعني الموضوع زي ما قلت لحضراتكم ليه اكتر من كونسبت، اللي احنا اتكلمنا على السبع كونسبت الاساسيين، بس الموضوع مباشر. يعني هو بيقول والله هتعمل كذا النتيجه كذا، والله انت هتحسن من جوده الهواء، ده هيساعد على الصحه، صحه الجهاز الرئوي والمود، هتساعد من هتزود من الاضاءه الطبيعيه، ده هيزود لك من البرودكتيفيتي. يعني خلاص الحاجات دي، فلما تجمع الحاجات دي كلها مع بعض نرجع لفكره الراحه في الفراغ. يعني لما اجمع، لما الفراغ يكون فيه اضاءه طبيعيه جيده وحتى او اضاءه صناعيه جيده كمان، الاثنين مهمين، مع جودة الهواء، جودة المياه. يعني احنا في يمكن ما اتكلمناش عليه، بس في مثلا بيبقى في قياسات لجودة المياه في الفراغ، وان ازاي ان انا اساعد الناس كمان ان هي تشرب مياه بشكل اكبر، يعني اللي هو بنسميه الهايدريشن بروموشن، ان انا اساعد الناس ان هي تشرب في الفراغ، ان انا اوفر لهم اماكن المياه ويبقى في ريمايندرز وغيره. نتكلم على المايند اند كومفورت، وفكرة الراحة الحرارية والراحة الصوتية، المواد المستخدمة في التنظيف، حتى لما يمكن أنا ما حطيتش هنا السلايدز قلت عشان الوقت، كان على الأكل، على فكرة نوع الأكل اللي بيتاكل، وحتى بنخش في مقاسات الصحون اللي بتتقدم. الصحن كل ما كبر، كل ما أنت تشجعت إنك تاكل أكتر، حتى أكتر من الطاقة، يعني موضوع نفسي. في حين الصحن لو صغير وانت مليته برضه هتبقى مرضي يعني، بس يبقى الصحون تبقى ليها احجام محدده يعني. فدي من الحاجات اللي يعني مش هطول عليكم فيها، بس يعني الموضوع ليه اشكال كتيره. طيب نيجي لسؤال مهم، وده يمكن احنا بنتساله كتير، فعشان كده بقيت بحط السلايد مخصوص، ان طب الكلام ده ينفعنا ولا لا، يعني ولا ده كلام بس بيشتغل بره يعني. الحقيقه لا، احنا شايفين اكتر من مكان في المنطقه دلوقتي لا بيراعوا الاساليب دي، ودلوقتي رايحين ناحيه السيرتيفيكيشن. والموضوع في الشكل النهائي ليه بسيط، مش معقد، مش يعني مش هنقول مش تكنولوجيكالي سافي، يعني مش محتاج تكنولوجيا عاليه او محتاج تعقيدات تصميميه، بس هو محتاج ذكاء في التصميم. يعني ده اللي احب اقوله، ان هو بيحتاج ذكاء في التصميم، مش تصميم غالي، يعني مش موضوع غالي ورخيص، هي فكرة ازاي ان احنا نستعمل المواد المتاحة بطريقة احسن، بطريقة اذكى، لان الفايدة منها بتعم. ده اختصارا الموضوع النهاردة، وارجو ان ما اكونش طولت عليكم. الموضوع طبعا يعني في احنا في وركشوبس كاملة بتتعمل بالثمان ساعات، بس لو بنخش في تفاصيل بنعدي على الفيتشرز واحدة واحدة، بس ده يعني ده مش مكانه يعني. بس فأرجو أن أكون اديت لحضراتكم فكرة عامة مفيدة، وأرجو أن يكون فيها استفادة، وأرجو أن احنا نراعي المبادئ دي في حياتنا الخاصة حتى، يعني مش لازم بس في الشغل، لا في بيوتنا، في يعني في حاجات كتير ممكن تتعمل. واحنا كان لينا محاضرة مثالي موجود ليها ريكوردنج على الفيسبوك، على الهيلثي هومز، على المنازل الصحيه، والخطوات اللي احنا ممكن نعملها عشان المنازلنا تبقى اكثر صحه وملائمه اكتر، وحاجات بسيطه مش محتاجه تغييرات كبيره يعني. فدي برضو هبعتها ان شاء الله للشباب، اللينك للي حابب يبص عليها، ولو في اي اسئله يعني ممكن اتواصل طبعا مع الناس، يبقى في بينا ان شاء الله تواصل. شكرا جزيلا، وعمر لو في اي اسئله انا هوقف الشير. جزاكم الله خيرا يا باشمهندس، في اسئله موجوده اهي، باشمهندس شريف اتفضل.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في الحقيقة يعني هو طبعا مش مشاركة بالنسبة للمحتوى اللي حضرتك قدمته، لكن هو شكر على المجهود اللي حضرتك قمت بيه، وفي حاجات كتيرة حضرتك قلت يعني مش وقت نتكلم فيها وعشان ما اطولش على حضراتكم. لا يعني في الحقيقة الواحد كان مستمتع جدا وكان حابب ان هو يسمع اي حاجة يعني اكتر من كده. لو في حاجة حابب نكلمك فيها ممكن، بس أنا عشان بس أنا عارف الوقت، الوقت خايف الناس تكون يعني في انا ناس عارف، الوقت اتأخر عليها، لكن انا لو في عارف حاجة يعني معينة سؤال معين اتفضل ممكن يعني أكلمك عليه سريعا لو في حاجة عادي. هو يعني انا حضرتك كل النقاط اللي اشرت ليها بصراحة يعني حاسس ان الواحد متعطش ان هو يقرا فيها، يعني كل النقاط بلا استثناء. يعني موضوع فعلا تأثير كوفيد خلى في يعني طاقة سلبية، في شيء غير إيجابي مأثر على حياتنا. مظبوط مظبوط. أنا بالنسبة ففعلا كل اللي حضرتك أشرت ليه ده يعني أعتقد إن جميعنا يعني لو الناس اتفقت معايا إن إحنا محتاجين فعلا ندور ونبحث في الحاجات ديت عشان محتاجين طاقة إيجابية يعني. فطبعا أنا بشكر حضرتك. أشكرك، يعني هي عشان الموضوع إحنا في خطوات كتير ممكن تتعمل يعني، وما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني هي دي برضو جزء مهم. وفي على مستوى الفرد نفسه في حاجات ممكن تتغير على مستوى الفراغ اللي انت فيه يعني، او حتى على مستوى المباني وعلى مستوى الشغل. بس انا بشجع جدا ان احنا يعني احنا دورنا هقول كمعماريين ومهندسين ومستشارين للمباني ان احنا دايما ننصح الكلاينت بتاعنا باحسن ما هو متاح، مش بس بما هو ممكن يعني. فجزء الصحة العامة ده متهيألي يعني لو قلنا ان في يعني في استفادة من اللي حاصل، ان لا ان الناس تبدأ تهتم بموضوع الصحة بشكل عام، ما تاخدوش ان هو لا ده حاجة يعني ما ينفعش احط مثلا عدد زيادة مبالغ فيه من الناس في فراغ واحد واتوقع ان هم يشتغلوا كويس، ما بقى يعني الكلام ده ما بقاش ينفع. فهي ليها ربطات كتير. احنا ان شاء الله زي ما قلت انا هشارك مع عمر والشباب ان شاء الله يعني اكتر يا من ريت لينك، والله، يا ريت والله. أكتر من حاجة يعني، واللي حابب يتبحر فيها يعني إن شاء الله. وإن شاء الله لو في أي أسئلة زيادة نبقى في تواصل بإذن الله. وحقيقي يعني نتمنى ان يعني يكون في مزيد من المحاضرات لحضرتك. يعني حقيقي الواحد سعيد بمعرفة حضرتك ومجهود اللي حضرتك يعني قمت بيه النهارده. يعني أشكرك جزاك أشكرك. الله، جزاك الله كل خير. الله يكرمك. باشمهندس محمد، باشمهندس محمد عبد الحميد، دكتورة أميرة، دكتورة أميرة، بعدهم مهندس عمر ان شاء الله لا اكلمك طيب بعدهم خليهم ياخدوا زورهم، مفيش مشكله، انا انتظر بعدهم حضرتك. تفضل تفضل يا دكتور. السلام عليكم باشمهندس. تفضل. اهلا وسهلا. والله يبارك فيك، يعني احنا سعدنا بسعادتك يعني كثير، ونتمنى في لقاء ثاني ان شاء الله، عشان الموضوع طويل وممتع في نفس الوقت، عاوز يعني استفاضه اكتر من كده. يعني حضرتك انا عارف انك بتاخد التايتل والعناوين والفكره، فطبعا انت ركزت على حته انا مستوعبها، وفي نفس الوقت حابب اركز عليها مع سعادتك وتصححها لي. عمليه دراسه الفراغ، لان العين بتحب البساطه، العين بالفطره بتحب البساطه في الرؤيه، بره جوه داخلي خارجي في اي مكان. فكل ما كان الامر بسيط، وكل ما كان الامر زي ما قلت سعادتك صحي في المكان اللي احنا عايشين حواليه، في الديزاين من كل حاجه تحب تكون ناتشرال بقدر المستطاع، من اضاءه، من تكييف، من حراره، من الامور دي كلها اللي ربنا خلقها، وان استغلها في تصميم مباني السستينبل، المباني المستدامه معانا، فبنستفيد منها في الوقت الحالي، سواء من المباني الانشائيه المدنيه بطريقه مستدامه، او الام اي بي كطريقه مستدامه، ونستفيد منها على مدى فصول السنه على حسب كل بلد وطبيعتها. واخد بال سعادتك؟ فطبعا دي كلها يعني بالذات في مصر عندنا الجو بتاعنا ممتاز جدا عن اغلب الدول اللي حوالينا.
فبنقدر نستفيد منها في بعض المدن والقرى الكتير الموجودة في سيوة وفي الشرق وكده، استفادت من المباني المستدامة بالشكل اللي سعادتك اتكلمت عليه، بشكل صحي عشان الإنسان يعني يستنشق هواء طبيعي، يحس بأنه قاعد مفيش حاجة حواليه زحمة، الفرش مش زحمه، يجي يقوم يلاقي نفسه شمال مزحوم، يجي يمين وهكذا، يعني الحركة انسيابية. عاوز ادخل مكان احس بحركه، عاوز اطلع من مكان احس بحركه، عاوز اطلع بره في اللاندسكيب احس ان عينيا مبسوطه من الشكل اللي انا شفته. كل على العناصر المعماريه والخدمات الالكتروميكانيك اللي بدخلها عليها هي بتخدمني، هو الاساس ان انا بعمل مبنى مستدام، لكن الالكتروميكانيك بيخدم على المبنى المستدام. بشوف الشمس تقدر استفيد منها ازاي، هشوف الاناره الطبيعيه استفيد منها ازاي، هشوف حراره الجو استفيد منها ازاي في الشتاء، استفيد منها ازاي في الصيف، كل دي بتتكيف مع المبنى زي ما قلت لحضرتك عمليه تكيف، واستغل الظروف المحيطه بيا. فسعادتك يعني المحاضره محتاجه اكتر من وقت، لان انت سعادتك يعني بقيت تعدي بسرعه على السلايدات، انا عارف وقتك ضيق، والله يعينك، انا ما بقولش حاجه، حبيبي جزاكم الله الف خير. أشكرك فيعني الله يبارك في سعادتك يا رب، أشكرك وما شاء الله محاضرة ممتازة جدا، الله يبارك في سعادتك. باشمهندس حمودة، اتفضل. طبعا محاضرة رائعة كالعادة، تمام. وعندي بس استفسارين. أول اتفضل. حاجة ليد الويل، طبعا هو احنا اللي احنا عارفين ان هو نابع او طالع من الليد نفسه يعني، بس انا في عندي تساؤلات بصراحة. اتفضل. اول حاجة الامبلمنتيشن بتاعته، هل دي داخلة في الديزاين بس ولا في لا الاوبريشن؟ يعني لا انا حسيت هو من السلايز ان لا، دي محتاجين ان احنا في الديزاين، حتى في الكالرز اوكي والاضاءة والايدج فاك، يعني حسيت ان هي طيب. وداخلة في الديزاين شوية. لا سؤال دي اول ممتاز. حاجة. ادي ماشي، اول نقطة، ايه النقطة الثانية عشان اجاوبك مرة واحدة؟ لا، السيرتيفيكيشن بتاعتها ايه؟ هل ليها كاتيجوري وهل ليها كريديتس برضو اوكي يعني، ولا طيب هي بس في الاوبريشن؟ يعني احنا عارفين ان في اوكي ليد المينتنس اند اوبريشن، صح طب الويل فين طيب من دولت؟ طيب احنا الويل لما نتكلم على السيرتيفيكيشن نفسها في اكتر من مكان، يعني احنا دلوقتي في ويل كورانشيل مثلا، ان انا بعمل اساسيات المبنى تمام ملائمه للويل، بحيث الناس لما تيجي تأجر المكان وتصممه تكمل عليه يبقى ايه متأسس صح. ففي عندك ويل كورانشيل، وفي الويل بشكل اساسي اصلا للاوبريشن اكتر منه للديزاين. يعني لما بدا الويل في 2015 كان للمباني، تصميم مباني الداخليه في المكاتب بالذات، ودلوقتي يمكن توسعوا اكتر شويه، بس كان اكتره ناحيه الاوبريشن، وان يبقى في تصميم ادوات تعديلات في التصميم بسيطه، يعني والله لو في حاجات في التكييف او في حاجات في الاضاءه الطبيعيه بتبقى حاجات ريتروفيت كويس. من الاسبوع اللي تمام فات فده هنقول الويل سيرتيفيكيشن الكبير، اللي هي الكبيره اللي هي الويل بيلدينج ستاندرد كويس. الاسبوع اللي فات طلعوا ريتنج سيستم اللي هو زي نسخه مصغره، النسخه المصغره دي اسمها ويل فور هيلث اند سيفتي. ويل هيلث اند تمام سيفتي بقى دي تركيزها بقى على الاوبريشن بيور، يعني لان هي اكترها بروسيجرز وبوليسيز واوبريشن اكتر منها حاجات تصميم. فهي حتى مصغره لان هي بتتكلم على حوالي 21 فيتشر، المفروض تكومبلاي مع 15، ما فيهاش بوينت سيستم، يعني هي مش بوينت سيستم تجيب 80 نقطه ولا لا، يعني بس تكومبلاي مع مفهوم. عدد منهم. فده يديك الويل هيلث اند سيفتي. بعديه بقى لو عاوز تعمل ويل سيرتيفيكيشن ممكن تاخد وقتك بعدين وتعمله، بس هو هي نقطتك ملحوظه، طبعا في حاجات لو مش متراعي في الاساس هتكلف اكتر شويه، لكن احنا شفنا مباني تم اعاده تجديدها وبقت ويل سيرتيفايد، او مباني اصلا ما كانتش ليد او جرين بيلدينج من الاصل وبقت ويل سيرتيفايد. طبعا المبنى لو من الاصل ليد او من الاصل يعني جرين بيلدينج من الاول بتبقى اسهل كتير طبعا، هو ده لان كان انواع سؤالي من بصراحة، اول لو اند انا حتى كواليتي. لو ليد، لو هو اصلا اصلا المبنى ديزاين اصلا از ليد كومبلاي مع السستينابيلتي، فبالتالي باي ديفولت هياخد هيميت البوينتس بتاعت الويل، مش صح كده؟ ديفولت لان هم بيبقى طلباتهم اعلى شويه، لان هو بيركز اكتر على الاير كواليتي مثلا، يعني انت مثلا في الليد مفيش ووتر كواليتي، احنا ما بنقيس جوده المايه في الليد. الريكويرمنتس في الاير كواليتي قريبه قوي من بعض، لكن بيبقى في ريكويرمنتس اعلى شويه في حاجات.
لما تيجي الحاجات زي مثلا الفرنتشر او الاضاءه الطبيعيه، انت تركيزك في الليد على في داي لايت او لا، تمام، لكن مش كواليتي الداي لايت. يعني هنا في الويل مثلا كمان بنبص على جوده الداي لايت اصلا، مش مجرد ان الداي لايت موجود وخلاص. تمام. فدي بتبقى نقط. بس انت طبعا لو انت مبنى جرين اكيد الامور بتبقى اسهل. لا بس فكره اللايت نفسه، احنا في اللايت احنا كنا بنشوف بياخد انرجي قد ايه، بالظبط. والاتش فاك نفس القصه. الموضوع بقى تطور شويه، اللي هو ايه اللايت هيبقى افكت فيه على ايه، هيفكت بالظبط ايه على الناس اللي جوه، بالظبط الكواليتي بتاعته. الفكره الاساسيه بالظبط بتاعت الليد اصلا السستينابيلتي، بالظبط بالظبط. هو بيبني على الفكره نفسها، اللي هو احنا بنقول بيوند جرين، ان احنا او في مصطلحات تانية بيسموه الديب جرين. الديب جرين اللي هو يعني سستينابل عالي. وبعدين خلي بالك احنا الويل مع تركيزه على الصحه، انت في مثلا عندك حاجات كومبريهنسيف مثلا زي الليفنج بيلدينج تشالنج مثلا ال اف اي، ده بيبص بقى على النت زيرو وانرجي ووتر، وكمان بيتاكل الهيلث اند ويل بينج بشكل جيد. فالموضوع بيتوسع. عشان كده لما قلت على البرنسبلز بتاعت البيتر بليسز اللي هتطلع في نوفمبر دي، هتشجع ناس كتير ان هي تبدا تطبق الاساسيات، حتى لو ما بقاش المبنى ويل سيرتيفايد او ليد سيرتيفايد، الناس تفهم الاساسيات وتشوف ازاي ممكن يتم تطبيقها واحده واحده. تمام. طب عندي بس نقطتين سريع عشان ما اطولش على الناس. اول حاجه، عشان تبقى عشان خاطر يبقى واحد بروفيشنال او ياخد سيرتيفيكت في الليد اي بي، هل ده متاح ولا لا؟ هل والمباني اكيد اكيد السيرتيفيكت بتاعت المباني متاحه، بس هل في مبنى في قطر قدم عليها، او في اي مباني بدات في اكثر من مبنى تارجت السيرتيفيكت دي؟ في اكثر من مبنى متسجلين لكن لسه ما خلصوش. لكن في الامارات في اكثر من مبنى خلص، يعني في الامارات في اكثر من مبنى خد السيرتيفيكيشن. ولما هبعت لكم في اللينك اللي فيه بس اللي هو فيه الويل دايركتوري، في المباني المتسجله وفي المباني الويل سيرتيفايد على مستوى يعني العالم وعلى مستوى المنطقه. لكن هم يمكن يعني الامارات سبقوا في موضوع ان هم خلصوا سيرتيفيكيشنز واكثر من مكان، هنا لسه الامور واخده وقتها شويه. بس كويس يعني في حركه، في بدات ومتهيألي بعد موضوع الكوفيد ده، لان دلوقتي في برضو لما حضراتكم هتلاحظوا على مستوى العالم في اهتمام كبير بموضوع الري اوبننج، اعاده فتح الاقتصاد. فاعاده فتح الاقتصاد مع عدم وجود فاكسين وعلاج هيتطلب ان يكون في متطلبات صحيه في الفراغات. يعني انا دلوقتي مش هسافر على طيران لو انا مش مطمن ان هم عندهم الاساسيات بتاعت ان هو يعني مش هروح اتعالج في المكان. نفس الحكايه في المولات يعني والاماكن الكتيره. فده يعني توقعاتنا ان هيخلي الناس تبدا تتوجه ان يبقى في عندها نوع من اداره الجوده او السيرتيفيكيشن. ومن هنا تيجي اهميه حاجه زي الويل هيلث اند سيفتي اللي انا كنت اتكلمت عليها. تمام. هل في، معلش السؤال الثاني اللي هو، هل في امكانيه ان حد ياخد السيرتيفيكت دي يبقى سيرتيفايد فيها؟ طبعا. زي الاي بي او في ويل اي بي، يعني في الويل اي بي. ودي بيبقى ليها كورسز برضو، يعني نفس الحكايه، بيبقى مثلا كورس 8 ساعات 12 ساعه وبعدين بتقدم على الامتحان. والجيد كمان يعني للمعلومات الناس ان دلوقتي الليد او جي بي سي اي عموما بقى مش لازم تروح تيستنج سنتر عشان تمتحن، بقى ممكن تمتحن من البيت. دي من الحاجات اللي اعلنوا عنها في كام اسبوع اللي فاتوا، وزيهم الويل يعني. وهم كلهم دلوقتي عاملين ديسكاونتس على الامتحانات وعاملين ريسورسز بالمكان، ويعني وفي حاجات كتير بتساعد. ودي من الحاجات اللي احنا انت عارف احنا بنعمل الكورسز دي بقى لنا فتره يعني. صحيح. ماشي، اشكرك يا باشمهندس، ونشوفك ان شاء الله في محاضره ثانيه قريب ان شاء الله. شكرا حبيبي يا هندسه. شكرا جميل. دكتوره اميره. السلام عليكم. انا اولا انا بشكر حضرتك على المحاضره الهايله دي، بجد انا استمتعت جدا. فكره نشر ثقافه ان احنا عايشين في مباني مريضه دي، او السك بيلدينج بتاعتنا دي، يمكن كتير مننا مش حاسينها، حسيناها قوي لما كوفيد بقى موجود. زي ما حضرتك قلت، بقت بيوتنا هي مكاتبنا، وبقت بيوتنا هي حياتنا كلها. انا مقتنعه قناعه كامله، يعني مداخله مش سؤال قد ما هي نقاشية أكتر. مقتنعة قناعة كاملة إن أنا ممكن أبني مبنى بصورة مراعية جدا لكل قواعد التصميم، وبنسى الانتيرير، أو بعتبر إن الانتيرير ده جماليات، إن المبنى يبقى فيه
كل الامكانيات وبالذات في المباني الاداريه، وبنتناسى ان بيوتنا هي اللي بتخليني اروح مبنى اداري او اروح شغلي وانا بكامل طاقتي. لو انا ما عشتش كويس في بيتي هروح مش هدي طاقه، مش هدي، ما بقاش عندي اهتمام. العالم بالانتيريور اصبح ان المبنى يبقى في ماتيريالز بخامات مختلفة، وات ايفرز كان الديزاين، الولع بالميديا الفظيع، والتناسي ان احنا عايشين في مكان هو ممكن يخليني مريض نفسيا اكتر من ان انا بقى مريض جسمانيا، وبالتالي مش هقدر ادي. بقيت مقتنعة قناعة كاملة ان السمارت بيلدينج بقت هي ضرورة مش ترفيه، بالذات مع الكوفيد. يعني انا لما بدخل مكان ان اللايت يتحسب، الانرجي بتاعت اللايت على عدد المستخدمين، ان انا ما اقدرش، ان بقى في سنسورز ما تخلينيش المس حاجات كتير، بقت اصبحت ضروره اقدر انا استغلها. انا محتاجه ان احنا يعني او حضرتك تبقى تدي محاضره ازاي نعيد تاهيل الفراغات الموجوده في الوضع الحالي. يمكن المباني الجديده بقت بتحط في دول العالم كلها، يمكن هنستثني بعض الدول العربيه منها مصر، شروط ان انت تاخد ترخيص بناء لازم يكون معاك وبرد، لازم يكون معاك كليت عشان المبنى يبتدي يطلع دلوقتي. ازاي نعيد تاهيل بقى المباني الغير صحيه او الغير ادميه اللي احنا عايشين فيها؟ غير ادميتها مش لازم تكون شكلها وحش. حضرتك لا مقتنع معايا؟ بالظبط، يعني مش ملهاش علاقة بالجماليات، هي الجزء كومبليتلي الآدمي بالأساسيات نفسها اللي احنا بنتناساها للأسف. بنتناساها، بنتجاهلها، بنفكر ان ازاي المبنى. يعني كم حد من الحضور دخل مثلا ابسط فراغ انتيرير صيدليه وانت بتشتري الدواء وبدات درجه الحراره تبقى عاليه جدا نتيجه ان الانتيرير محطوط كميه اضاءه وهميه فوق الجاست، فبتبتدي تحس بنار جهنم حواليك. اكيد كلنا هنقول لك ابسط فراغ بتقف فيه لمده دقائق لا يراعى فيه درجة حرارة الإضاءة الموجودة مع المستخدم اللي موجود، فبتخلي حتى اللي هو اللي بيشتغل في المكان أو الصيدلي مش بيديك الخدمة بالأداء اللي أنت عايزه. حياتك لأن هو مش متخيل مرتاح وحضرتك مش مرتاح، يعني مفيش حد مرتاح. راحة الحرارة، راحة الضوء، راحة اللون، اللون اللي احنا دلوقتي يعني كم مننا بيتكلم في درجة اللون الموضة السنة دي ايه؟ وبنتناسى ان اللون ده سايكولوجي بيأثر على البني آدم. انت بتدخل مباني قديمة من المباني العمارة الإسلامية بتبقى سعيد وعايز تعيش فيها، بتعمل اي تور لأي مبنى إسلامي، ترجع للسايكولوجي بتاعت اللون تلاقي ان اللون كان بيدرس بنسبة 100%. يعني اللون الاصفر دوره في الفراغات العلاجيه كان ايه، واي درجه من اللون، مش اللون بس. مظبوط. ده حاجات اغفلناها، تناسيناها، فاصبحنا احنا مش بنعيش في مباني مريضه، احنا بنبني مباني سيك بيلدينج، احنا بنساهم في انها تبقى متوفره وتبقى موجوده. لازم يبقى في شروط، لازم يبقى في اعاده، زي ما بنعمل تقنين للوضع للمباني اللي هي مخالفة للأدوار، لازم يعاد تقنين الوضع المباني المخالفة لآدمية المستخدم. أعتقد إن دي فرصة إن احنا نستغلها. هي دي فعلا نقطة مهمة حضرتك، لأن مثلا احنا بنحدد في كود البنى مثلا، يعني مصر على مثال بنقول والله مثلا ما تقلش عن 3.6، يعني عرض الأوضة، لكن ما بنتكلمش مثلا عن نسبة الفتحة التهوية فيها مثلا، إن لازم الأوضة مثلا ما يقلش مساحة الشباك فيها عن نسبة معينة عشان تسمح بإضاءة طبيعية. بقينا بنتناسى الرايت أوف لايت، حقي في الإضاءة الطبيعية مثلا، ودي شو يمكن منتشرة في عشوائيات وفي الأبراج الكتيرة اللي احنا بتطلع. بنتناسى التكنولوجيا اللي احنا بنقراها يا دكتور باشمهندس او دكتور انصاري، يعني ابراهيم الاكل بنتناسى التكنولوجي اللي هي بنبص لها ان احنا بنجيبها في الريسيرشز بتاعتنا ونعملها في ابحاث. يعني انت عشان توفر اضاءه طبيعيه، طب ما انت عندك سولار فايبر اوبتكس ممكن توصل لي اضاءه طبيعيه في فراغات مش بيوصل لها اضاءه طبيعيه، تكلفتها شويه عاليه والله، بيركبوا اجهزه تكييف باسعار اعلى منها. على كتير. لا، واحنا في كمان عندنا مشاكل كبيره في موضوع التصميم التكييف، ان دايما في اوفر ديزاين في التكييف. للاسف الشديد بيبقى دايما في يعني بنسبه كبيره ان احنا
اوت اوف سيفتي، اوت ان احنا نقول الجو هيحرر فهنحتاج تكييفات اقوى، بس في الاخر الموضوع بيبقى تاثيره سلبا، سلبا من ناحيه ان انا بحتاج مساحات اكبر، محتاج ضغطات اكتر، محتاج استهلاك طاقه اكبر، وما بوفرش حاجه في الاخر، لان الاجهزه لو مش شغاله بافشنسي مظبوطه عمرها بالافتراضي بيقل. وحتى ده احنا في دايما في يعني بندي المثال ده حتى دايما في لو بنتناقش، يعني احنا اي حد مننا مثلا لما بيروح سوبر ماركت او بيشتري اي حاجه بيبقى معروف كل البيانات عليها من ناحيه الانجريدينتس، يعني والله حضرتك لو بار شوكولاته مثلا انا بشتريه عليه كل حاجه، عليه المكونات وعليه التاثير، في كام كربوهيدرات، في كام كالوري، في وفي المنتج ومتصنع فين وعلامه الجوده وكل ده، فالمعلومه فيها ترانسبيرنس، في شفافيه في المنتج. الكلام ده مش موجود في المباني للاسف. يعني كم للأسف. مبنى احنا بنشتريه، حتى الحاجات اللي احنا بنشتريها يعني بنستثمر فيها، يعني نعرف ايه عنها، نعرف ايه عن جودتها، او قد ايه هتستهلك مننا كهرباء، او جوده الهواء في الفراغ ده، او لو او حتى لو انا داخل اي مبنى وهقعد في فندق ولا هقعد، اعرف ايه عن الفراغ وجودته في بالنسبه لي؟ ما اعرفش حاجه، بخش وبخرج وانا ما اعرفش اتضريت ولا لا. وده يرجعنا لنقطة حضرتك قلتها كويسة، إن فكرة إن لازم يبقى فيه، لأ إن إحنا لما هنرجع للمباني أو نحاول نرجع للحياة الطبيعية اللي كانت، لازم يكون فيه مراعاة بقى لحاجات مختلفة، مراعاة مش بس للنظافة، إن يبقى فيه سانيتايزرز كفاية في المكان، أو إن الناس تتعقم إيديها، لا إن الفراغ نفسه ما يضرنيش. دلوقتي مثلا إمبارح كان في مثلا قريتها على سي إن إن بيقولوا لا إن الكوفيد ممكن يفضل معلق في الهواء كذا ساعة. طيب يبقى الموضوع مش بس بقى مش مجرد سانيتايزر وكمامه، لا انت بتتكلم في حركه الهواء نفسه هتاثر. لو حركه الهواء في الفراغ ما بتساعدش على تنقيه الفراغ، يبقى انا بدخل الناس المصيبه، يعني هدخل الناس في مصايد. ممكن يبقى واحد دخل عيان من كذا ساعه وجي واحد تاني بعديه مش جنبه حتى وجي واتعادل وخرجوا ما يعرفش. فهي الموضوع محتاج مراجعه، وان شاء الله يعني الواحد عنده أمل كبير إن الوعي دلوقتي في الحاجات دي بدأ يزيد. وبس إن شاء الله طبعا في نقطة الناس مع استعجالها تحت ضغط الظروف الاقتصادية ممكن تتناسى حاجات، بس متهيألي في حياة الإنسان يعني في بيبقى في حدود، يعني في حدود لقد إيه الواحد ممكن يتجاهل صحته قصاد المادة يعني. بس وإن شاء الله خير، يعني أنا متفائل إن الفترة الجاية دي هيبقى في شوية تحسن شوية، أو إحنا كمان ممكن نستغل الموضوع في ان احنا نرفع الوعي باهميه ان احنا على مستوى الشخصي او مستوى العمل الناس تبدا تبص للامور بطريقه مختلفه. مش لازم نروح لسيرتيفيكيشن، يعني لو السيرتيفيكيشن غاليه مش لازم اعمل، بس على الاقل الاساسيات ممكن تتطبق، يعني ممكن يبقى ده جزء من التصميم بتاعي، جزء من ادارتي، جزء من تفكيري، وده اللي بيرفع الجوده بتاعه ويرفع الوعي باذن الله. يعني هو رفع الوعي كمان ده دور حضرتك ودور كل حد بيحاضر، ان احنا نحط البدائل العلميه، لان انا حضرتك قلت مثلا كوفيد موجود في الهواء بيفضل فتره، فبقت الحلول المنطقيه لاي مؤسسات اداريه مفيش تكييف ما تفتحهوش صح عشان التكييف بيساعد، لا لازم احط حلول علميه للحل ده. الحلول اللي على فكره ان احنا نفضل مستمرين بنفس القوه مش هنقدر نعمله، لازم هنرجع، فلازم يبقى في حلول ان الفراغ يعالج بصوره تخليه فراغ بيتنفس ما يأذيش الموجود، يتنفس بالماتيريال بتاعة الحيطان، يتنفس بالماتيريال بتاعة الأسقف، يتنفس بدرجة الإضاءة، يتنفس بالتهوية اللي أنا هوفرها له، سنسورز بسيطة هتتحط في الفراغ هتساعد إن الفراغ ده يسمح إن الناس ترجع بكامل كفاءتها، مفيش مشكلة خالص، بس الفراغ يبقى فراغ صحي. فدي محتاجة بقى إن إحنا أو دور حضرتك ودورنا إن إحنا نعمل دراسات ونعمل محاضرات إزاي نعيد الفراغات بتاعتنا انها تكون فراغات نقية صحية تسمح بان الكفاءة العددية 100% في وجود فيروس بإذن الله. يعني ان احنا شاء الله. بنحب نقول حضرتك احنا في، يعني شايف عمر انا بعت له محاضرة اللينك اكتر من حطها رائعة في النهاردة، الشات. انا مبسوطة جدا يعني. لا ولا يهمك، انا حطينا في الشات دلوقتي في الشات بوكس حطينا اكتر من لينك، في من ناحيه الورلد جرين بيلدينج كونسل الريسورس اللي كنت اتكلمت عليها، والويل نفسه والويل هيلث اند سيفتي الجديد، مع حتى كان في محاضره متسجله كنا عملناها في بدايه الكوفيد على المنازل الصحيه وازاي ممكن منازلنا تبقى صحيه. إن فدي شاء يعني الله اللي عنده اهتمام يعني ان شاء الله تكون يعني
مجهود فيها خير. مشكور من حضرتك فعلا، أشكرك أشكرك، المحاضرة أكتر من رائعة النهاردة، أنا استمتعت بيها جدا بجد، ميرسي اشكرك بذوق على حضرتك عمدا. أشكرك أشكرك. باشمهندس حموده، معلش انا عندي سؤال. بما انكم كنا بنتكلم على كوفيد 19، اتفضل. احنا عارفين ان في ال في في ان في ال في, ال في من ضمن الريكويرمنت بتاعت الليد ان يبقى في المارف 8 فلتر. هل اوكي دلوقتي المارف 8 اثبت حاجه انه مثلا كبارير للفيروس؟ لان احنا طبعا احنا لان طبعا التكييفات اللي هي بتاعت المباني بتبقى في سيركليشن داخليه. صح هل هو اثبت حاجه، اثبت انه مثلا بيبقى اشتغل كبارير ولا مش شغال مع الفيروس ديت؟ طيب، هو الميرف يعني الميرف احنا النهارده في شويه، يعني اسف، هو في شويه حاجات اتفضل. بنعملها كده عشان خاطر نوصل للمبنى يبقى سستينابيلتي، للسستينابيلتي، وان هو يبقى فيه البرفورمانس بتاعه يبقى عالي. هل طيب الحاجة دي وقفت قدام كوفيد 19 طيب خدها واحدة بقى في واحدة. فلتر؟ بس عشان بقيت الناس تبقى يعني تاخد فكرة عامة عن الموضوع، احنا في الليد وفي اغلب الريتم سيستم بتاع جرين بيلدينج في ريكويرمنت ان يبقى في فلاتر هواء بمواصفات معينة، القياس بتاعها ميرف، يعني هو المينيمم انرجي ريكفري، مش فاكر الاكرونيم كامل يعني، بس هي بارقام. الميرف 8 الميرف 8 ده بيتركب خلال الكونستراكشن، لو الاجهزه هتشتغل بصوره مؤقته خلال الكونستراكشن بنركب ميرف 8، في خلال الاوبريشن بعد المبنى ما يشتغل طبيعي بنركب ميرف 12 13 ميرف 13. الميرف 13 بيشيل ميكروبات وبيشيل يعني بيشيل حاجات تمام. كتير جدا يعني، بس هو نخلي بالنا ان احنا بنحطه على اير انتيك، يعني بنحطه على الفلاتر اللي بتدخل هواء من بره الفراغ لجوه، تمام، مش في الفلاتر الداخليه، مش في السيركيليشن الداخلي. فدي بتبقى نقطه برضو تتراعى. احنا في حاجات يعني دلوقتي مثلا بدأوا يبصوا على اليو في فلترز مثلا، يعني في حاجات انها بيتركب مثلا يو في لايتس في الدكتس بتقتل الميكروبات، وفي هم دلوقتي بقى يعني بدأ يتبص على البراكتسز اللي موجوده في المستشفيات، لان المستشفيات في اساسياتها اصلا سيستم التكييف ما بيسمحش بنقل الامراض، يعني السيستم نفسه يعني طريقه التصميم نفسه ما بتسمحش بنقل الامراض من فراغ للتاني من غرفه للتانيه، يعني فيها ريستريكشنز عاليه كتير. تمام. فهو الريفرنس دلوقتي الكل بيروح ان هو بيعلوا الستاندرد شويه ان ريفرنس لتصميم المستشفيات. مش هنحتاج يمكن الموضوع ده في الفراغات هنقول الفراغات المكتبيه، لان انت مصدر هنقول مصدر الفيروس الشخص اللي قاعد جنبك، يعني فانت مش هتلحق تحط فلتر بين كل واحد والتاني. فهي ليها طرق تانية من خلال يعني دلوقتي مثلا كان في شفت الناس بدأت تبص على تعمل مقترحات للتصميم، مثلا ان هم بيسموه 6 فوت اوفيس، ان يوسعوا المساحات ما بين الناس، يزودوا حركة الاير سيركيليشن، وده رجع النقطة اللي قلتها، يزودوا حركة الاير اكشنج ريت في الفراغ، بحيث يبقى انت بتسحب الهواء اللي في الفراغ بشكل اكبر. طبعا نخلي بالنا دوت ليه مشاكله من ناحية الاستدامة في استهلاكات الطاقة، طبعا انا كل ما احرك الهواء اسرع كل ما احتاج طاقة اكتر عشان ابرده، لان انا بسحب هواء جديد من بره، فلازم يكون في شوية بالانس مع الانرجي افشنسي بتاعتها. تمام. ونفس الحكايه برضو ان انا لما بقلل عدد الناس في المكاتب، فهل معناه ان انا هحتاج مساحات اكتر؟ هحتاج طاقه اكتر ولا والله لا، هنتكلم على زي الموضوع الورك فروم هوم، ان مثلا هيبقى نسبه 50% بس من الموظفين في المكاتب والباقي شغال من البيت. مش هحتاج فراغات اداريه كبيره، يعني مثلا احنا بدانا نشوف امثله دلوقتي ان في اصلا شركات بتلغي المكاتب تماما، يعني مش هيبقى ليهم مكتب، قال لك احنا شغالين فيرتشوال كويس، هنزود الانفراستراكشر بتاعت الفيرتشوال عند الناس في بيوتها، والله يعني كأني مثلا هتقول يعني ان هو يدي كل موظف وركينج سبيس في بيته وخلاص، والناس تشتغل من بيتها. ففي حاجات يعني يمكن ناحيه التكنولوجي اكتر رايحه ناحيه كده، فاحنا الورك سبيس هيختلف، يعني متوقع ان هو يبقى فيه شويه اختلافات، مش اختلافات جذريه بس، حسب كل ده برضو بيعتمد على احنا هنضطر نتعايش مع الازمه دي مده قد ايه، يعني لو ما فيش فاكسين، لو في فاكسين المرور هتخف بدرجه كبيره طبعا، لان هيبقى في علاج، فالناس مش هتبقى مضطره ان هي هنقول تبالغ في التامينات الصحيه، بس لحد ما ده ما يحصل
اللي هو متوقع يعني مع السنة الجديدة يعني إن شاء الله، يعني هيبقى في لازم احترازات كتير تتاخد يعني. تمام ماشي، شكرا يا باشمهندس. أشكرك على السؤال. حبيبي يا باشا، في حد عنده أسئلة؟ بقول لحضرتك دكتور، بعد إذنك، هو دلوقتي المباني العالية الأبراج ديت تعتبر فيها ضرر، أو الناس اللي قاعدين في الأدوار العالية في مشكلة صحية؟ لا بص، هو ارتفاع المبنى ملوش علاقة بالأضرار الصحية، الفكرة نفسها أنا طريقة معيشتي جوه المبنى نفسه. يعني بمعنى إيه؟ يعني مثلا هونج كونج، مثلا هونج كونج من المدن اللي تقريبا أغلب السكن أبراج، لكن بتلاقي إن هو مثلا كل 10 أو 15 دور بيبقى فيه دور مفتوح بيعملوه كوميونيتي أريا، مثلا إن الناس ممكن تطلع تقعد وتعملوا فيه باربيكيو، وتعملوا فيه أنشطة. تمام؟ اغلب المباني هناك ما فيهاش باركينج اصلا، يعني ما فيش باركينج لكل السكن، لان هي الشقق كلها صغيره يعني بتبقى فراغات بالغرف يعني. لكن هي كل الموضوع بيعتمد على التهويه. يعني لو قلنا اساسيات، ان يبقى فيه تهويه جيده للفراغ، ان يبقى فيه تحريك للهواء وتنقيط، في اضاءه طبيعيه، وفي يعني ان انت ليك اكسس على الخارج بالاضاءه الطبيعيه. طبعا يفضل لو انت فيزيكلي تقدر تخرج في بلكونه، في ترس، في سطح، في مكان تقدر تتحرك فيه. تمام؟ ما تبقاش محبوس داخليا يعني من غير هواء طبيعي. فقلنا الهواء والاضاءه الطبيعيه والتهويه، وطبعا مع حاجات الاكوستكس طبعا والصوتيات والحاجات دي كلها. لكن لا، الابراج مش يعني في المطلق، لا يعني في المطلق لا، اي فراغ ايا كان بقى ارتفاعه عن الارض، مساحته، لو الاساسيات مش موجوده فيها هيبقى مضر. يعني مثلا هقول لك، احنا في مثلا كان في المحاضره كنت بتكلم عليها بتاعه البيوت، في نباتات كتير ممكن تتحط جوه الفراغ تساعد على الصحه، بتنقي الهواء وبتزود الاكسجين، وفي حاجات حتى كان في كان في سلايد مثلا اتكلمنا فيها على انواع النباتات في كل فراغ. يعني في حاجات بتنفع في المطبخ، في حاجات بتنفع في غرف النوم، في حاجات بتنفع في الحمامات، في نباتات مثلا مخصوص للحمامات لان هي بتمتص الرطوبه وبتقلل المولد، ما تخليش يبقى فيه رطوبه فيه. في حاجات تانية للمطبخ بتاخد الكربون مونوكسيد وبتاخد الكيميكالز اللي بتطلع. في حاجات تانية مثلا غرف النوم اللي هي بتطلع اكسجين بالليل، مش العكس، لان النباتات العاديه بتمتص الاكسجين بالليل، فما ينفعش احطها في غرفه النوم لان هتاخد من الاكسجين بتاعك، وهكذا يعني. ففي حاجات بسيطه ممكن تعمل حتى لو الام اي بي بتاع الفراغ مش يعني مش عالي، مش يعني مش مساعد، احنا ممكن نحط حاجات تساعد الفراغ. بس المهم القياس، يعني كل ده بيرتبط ان الناس تبقى فيه سنسور. يعني انا بشجع جدا الناس يبقى فيه سنسور اير كواليتي في البيت. وهو دلوقتي بداوا يرخصوا، يعني ما بقوش غاليين زي زمان، يعني بداوا يرخصوا كتير، فالاير كواليتي سنسور مهم لان هو هيعرفني مش كل وقت انا محتاج فيه تكييف عالي او لا، يعني هيخليني اعرف امتى اخد الخطوه بتاعتي بدل ما تبقى موجوده دايما. تمام يا دكتور. في سؤال باشمهندس محمد الحوتي؟ اتفضل. اتفضل باشمهندس محمد. اهلا وسهلا. السؤال خاص بمستوى مختلف. شكرا جزيلا على المحتوى القيم. اهلا بيك. المستوى المختلف خاص بمستوى مثلا العشوائيات. اوكي. فاحنا ما بنتعاملش مع بعض الاشياء لانها رفاهيه، ممكن نكون بنتعامل على حتى العناصر الثلاثه مثلا الفيزيكال والمنتال والسوشيال، هنبقى شايفينها بدرجه اولويات مختلفه. فهل برضو الهيلثي بيلدينج بتشتغل على مستويات ممكن تكون فيها عماره فقيره وفيها مشاكل وفيها تحديات؟ وشكرا. هو ده السؤال. بالعكس، هو الهيلثي بيلدينج احنا بنبص له على ان هو حق، ان هو حق لكل انسان. حق بمعنى ان بكل التكنولوجي ايا كان نوع مستوى التكنولوجي المتاحه في الفراغ، انت ممكن توصل للهيلثي بيلدينج. يعني المبنى من غير اي الكتروميكانيكال، من غير اي يعني هنقول لو مباني بيزكس بتصميم جيد، ممكن تبقى هيلثي. طبعا احنا المباني القديمه، وكان الدكتوره يمكن عملت مثال على المباني القديمه اللي عندنا، ما كانش في الكتروميكانيكال فيها، لكنها مباني صحيه، ولما يتعمل لها قياسات دلوقتي هتفضل صحيه لان هي كانت مراعيه الاضاءه الطبيعيه، مراعيه التهويه، وفرق يعني حتى افكار القديمه بتاعت الملاقف وفرق الضغط بين الشباك الكبير والشباك الصغير والتوجيه المبنى لحركه الرياح. كل الاساليب اللي هنقول الاساسيه، مش هقول بدائيه، لا اللي هي الاساسيه المفروض تكون موجوده في اي تصميم، دي كلها بتساعد على المبنى يبقى صحي.
فهو الموضوع مش جاي رفاهية أو إن القادر هو اللي يقدر يكون عنده مبنى صحي، لا، المباني الصحية دي حق للكل. إحنا للأسف بنتجاهل ده لما أو بنتخيل إن إحنا لما نعمل مباني مثلا إسكان متوسط أو إسكان، حتى أنا ما بحبش تسمية الإسكان الشعبي، ما بحبش الاسم لأن هو إسكان ناس، لأن إحنا البشر في الآخر يعني. بنفتكر إن إحنا الناس محتاجة مجرد غرفة يعني أوضة أيا كان مستواها، لا، الناس محتاجة شباك، محتاجة إضاءة جيدة، محتاجة عزل. ما هو إحنا مثلا بنفتكر إن أنا المبنى عشان لفئة أقل ما عملوش عزل كافي، طب ما هو هيرجع يحتاج تكييف، ويرجع يحتاج مروحة، وهيرجع يبقى تعبان، في حين إن يعني دلوقتي العزل مش، لا، ما بياخدش ده، في دهانات دلوقتي بتقوم مقام العزل، يعني في دهانات بتساعد على تقليل الحمل الحراري في الفراغ، سواء على الأسطح أو على الواجهات أو فدي، لا، بالعكس، أنا شايف إن موضوع صحة المباني ده هيرجع تاني للنقاش لفكرة حق الإنسان في فراغ صحي، أكتر منه إن إحنا الناس كانت بتبص إن الاستدامة دي للخاضرين، يعني رغم إن هي العكس، الاستدامة دي للكل، بس هتخلي الموضوع، لا، إن الصحة دي حق، زي ما الناس ليها الحق في الصحة والتعليم، ليها الحق في السكن، فإحنا بنربط الحاجات دي مع بعض، إن الإنسان ليه حق في السكن الصحي، تمام؟ أيا كان مستواه، وأيا كان مقدرته، وأيا كان مكانه، يعني أيا كان البلد أو جنبه تكييف أو مش جنبه، لأ، ممكن بطرق تصميم يتعمل حاجات كتيرة جدا توفر الصحة طبعا. وأشكرك على السؤال، سؤال يعني ممتاز. أشكرك. جزاكم الله خير يا دكتور، سهرناك النهارده الله يعينك. لا لا لا، ازاي، انا والله مستمتع، وارجو ان انا ما اكونش انا مطول على الناس يعني. لا لا، الله يكرمك يا دكتور، جزاكم الله خير، الف شكر لحضرتك يا دكتور، الله يكرمك. اوكي، شكرا شكرا جزيلا، وان شاء الله نبقى نلتقي في مواضيع اخرى يا رب باذن الله.